الله. يبقى هنا استوصوا فإن المرأة خلقت من ضلع، من ضلع الأيسر، وأعوج مكان في الضلع الأيسر لسيدنا آدم، خلقت منه حواء. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم لما حب يوصف لنا المرأة قال خلقت من ضلع أو من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. عارفين يعني ايه اعوج ما في الضلع؟ في الضلع اعلاه. المعنى ان اعوج حاجه في المراه راس المراه، مش اعوج. ما انت تمسك لي الضلع كده تقول ايوه والله شوف يا اخي الضلع، هو لو حبيت تكسر الضلع، لو حبيت تعدله هيتكسر. لا، ده تشبيه بس. انما المراه اعوج ما في الضلع اعلاه، يعني اعوج حاجه في المراه دماغ المراه. فمش انت اللي هتعدل دماغها، سبحان الله. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيدي لك الـ 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 يعني الـ العلاج. العلاج اهو، اعوج حاجة في المرأة دماغ المرأة، راس المرأة، عقل المرأة. ان ذهبت تقيمه، لو انت عاوزها تمشي على هواك انت واللي انت عايزه، مش هتقدر، مش هتقدر. هتمشيها على رأي 2 3 10 20، بس في حاجات مش هتقدر عليها برضو. وان اعوج ما في الضلع اعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فاستمتعوا بهن على عوجهن، على اللي هم فيه استمتعوا. ليه؟ لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إني نظرت في النار فوجدت أكثر أهلها من النساء، فقالوا يا رسول الله لما يا رسول الله؟ قال لأنهن يكفرن. قال يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. إن أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. يشوف سبحان الله، ما هو دماغها كده أعوج حاجة فيها الدماغ. إن عملت لها خير العمر كله وشافت منك بس حاجة صغيرة زعلتها، تقول لك ده انا عشت عمره كل ما شفتش حاجه حلوه معاك، ده انت عمرك ما جبت لي حاجه، ده انت عمرك ما عملت، ده انت عمرك ما قلت لي كلمه زي الناس، ده انت وانت. ما رايت منك شيئا قط، حاجه حلوه خالص. ما رايت منك خيرا قط. يبقى هنا فاستمتعوا بهن، يبقى انت معاك العلاج. طب انت ليه بتتعب روحك؟ طيب ليه بتتعب دماغك بقى وعاوز 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 وعليا بكذا؟ ما انت رايح فرح اختك، طب ما هتروح، هتروح عليا بكذا. لو طلعت من البيت لتب طارق، طب ما هتطلع، هتطلع وحياتك انت هتطلع من البيت. ان رحت المكان الفلاني ما تخطيش البيت ده تاني تب طارق، طب ما هتروح. ياك انت مفكر نفسك ان كلمتك خلاص صيف؟ ما راحت كلامك. ده كان زمان، ده كان ايام الناس التانية الكبيرة. انما الشباب النهاردة الخير على الخسع، مفيش. طب ما تحلفش، طالما انت عارف روحك بلاش تحلف بقى. قول لها ما تروحيش حياة ربنا يا شيخة، ما تروحيش عشان خاطر يا بيت ابوك، يعني ما خلاص. تحلف بالطلاق يبقى نيتك طلاق، اتطلقت منك تاني مرة، تالت مرة اتحرمت عليك خالص. وهو ده اللي حصل النهاردة، خراب بيوت المسلمين من كتر الحلفان اللي هم مش عارفين له اخر. يبقى استوصوا بالنساء خيرا. ما تركت فتنة أضر على أمتي أو على الرجال من النساء. أعظم فتنة للرجال النساء. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، قال لك اهجروا عذوهن، كلموهم بالحسن، ما ينفعش معاهم الكلام، اهجروهن في المضاجع. هجرناهم ما نفعش، اضربوهن ضربا غير مبرح، يعني لا تكسر عظما ولا تخدش لحما، يعني مش ضرب اجيب كده هو حته بتاع من بتوع زمان دول هم دبله كبيره كده واخبط على الدراع اكسر، ولا اكسر لها ضلعه، ولا اكسر لها دماغها، لا، ولا اديها بنيه في وشها كده 3 4 بنيات في وشها كده هو وشويه شلاليك، يعني ما ده اللي ما احنا بنشوف الكلام ده، هو ما الكلام ده بنشوفه، هو الكلام ده بعيد علينا، ما بنشوفه مع ناس. الواحد يدخل عليهم عشان يشوف الامور ايه، يلاقي وشها كله دم.
وكسر لها اصبع، كسر لها دراع. ليه؟ ليه يا سبحان الله العظيم؟ ما هي الحياه. ليه المحاكم؟ تعالوا شوفوا كام مليون حالة طلاق وكام. منين طيب المحاكم مليانه؟ منين؟ من المسلمين. الطلاق والدنيا دي كلها، دي الدنيا خرب. ليه البيوت، بيوت المسلمين خربانه؟ ليه؟ من اللي احنا بنشوفه، من اللي بنعمله في بعض.